السلام عليكم وأهلا بكم في فيديو جديد. لا تنسوا الإعجاب، الاشتراك وتفعيل جرس التنبيهات ليصلكم جديدنا. عملنا كلمة الثورة جحريز بتنفيذ هذه الكرة من هنا في الطائم الأول وتدخل الدفاع عن طريق القاسم لن يخرج الكرة تصبح مشاهدة هاي الكرة تدخل الدفاع في هذه اللحظة كانت من اللاعب ريان القاسم في 20 سنة على الجهة اليسرى من هناك أمير القاسم محاولة المراوغة تبقى الكرة يلادينا دائما القاسم التقى المخرجة ويحافظ على كرته صالح الوداد ولكن عودة الدفاع عودة موفقة نزواني هنا التمريرة ممتازة البينية من عدو ولكن القاسم كان سريع في هذه الكرة عمارة يطلب الشيوي الكرة ولكن تبقى من القاسم ريان مباشرة إلى التماس
الوداد. ثم القاسم وصل لي بوشيبا، يرجع لي القاسم يلعب يتقدم مقاسم، ربما تصويبه لا يغير، تروح الكرة جا جمنا لحميدي، ينتظر فريق المحترفه الاولى، الكره لشبيبه الصور على الجهه اليمنى مع مداحي، من هناك
عادت يا قاسم في وسط